أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس تأليف الكتب والبحوث باستخدام الذكاء الصناعي. طبعا بالمحاضرة السابقة تعلمنا كيفية تأليف الكتاب وتنسيق الكتاب باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم غلاف الكتاب، وطبعا راح نستخدم أشهر برامج التصميم أونلاين، منصة كانفا. طبعا فقط بجوجل نكتب كانفا وراح تفتح لنا هذه الصفحة. في شريط البحث راح نكتب غلاف كتاب، وطبعا راح نبحث، وطبعا كتابنا كان التسويق الإلكتروني، فراح نبحث على فت قالب يكون قريب على الغلاف. وطبعا في حال إذا ما حصلنا على القالب المناسب راح نغير الصور ونعدل عليه باستخدام موقع فريبك. طبعا مثل ما نلاحظ كل هذه هي قوالب جاهزة ممكن نستفاد من عدها، و طبعا قوالب رائعة جدا واحترافية طبعا بنفس الوقت. أنا ألاحظ أنه نختار قالب معين وليكن مثلا هذا القالب، وطبعا تخصيص القالب. أيضا طبعا هذا الغلاف ممتاز جدا، أيضا بإمكاننا نتعامل وياه، كتاب لطيف. أيضا هنا عندنا طبعا هذا القالب رائع جدا ولكن مدفوع. طبعا بعد ما تم تخصيص القالب جيد راح نكتب هنا التسويق الإلكتروني، طبعا اسم الكتاب، ممتاز. ممكن نصغر النص قليلا حتى يكفي لسطر واحد. طبعا هنا راح نكتب نص آخر، ممتاز. طبعا ممكن نختار خط آخر، لا بس يعني ممكن هذا الخط. طبعا بهذه المنطقة راح نكتب تأليف مثلا بهاء عبد الستار، وطبعا راح نكبر النص، لا بس انه نختار فونت اجمل، ممكن هذا الفونت لطيف. وطبعا راح تكون تأليف باللون الأحمر، وطبعا باللون الأبيض اسم النص. جيد، الآن راح نختار صورة تكون ملائمة ومناسبة. طبعا نذهب إلى فريبك وراح نكتب ماركتينج، ماركتينج. طبعا نكتب ماركتينج ونبحث عن ماركتينج فقط، فراح نحذف سيرفس، راح يكون البحث فقط ماركتينج. وطبعا راح نختار فري، جيد. وراح نختار فوتو، ممتاز، يعني فوتو وفري حتى تطلع لنا صور مجانية. مثل ما نلاحظ طبعا الغلاف ذو طابع باللون الأسود، يغلب عليه اللون الأسود، فهنالك خدمة بفريبك بإمكاننا نبحث عن الصور اللي لونهن أسود، ممتاز. فنحاول نختار الصور اللي بيها مساحة سوداء، مثلا هذه الصورة، بحيث أنه يكون عندنا مساحة للكتابة، تظهر الكتابة بها الأعلى وبها الأسفل. طبعا نحاول على البحث عن صور ملائمة، مثلا ممكن هذه الصورة جيدة. طبعا راح نفتحها مبدئيا بصفحة أخرى. أيضا هذه الصورة ممتازة. أيضا بإمكاننا أنه نبحث بصور الـ AI، طبعا هذه أيضا جيدة الصورة. صور الـ AI يعني صور الذكاء الصناعي، فراح نبحث عن الذكاء الصناعي، صور الذكاء الصناعي، ممكن نشاهد صور لطيفة. طبعا أيضا نضغط على الفلتر، نتأكد أنه فري. عندنا صور قوية طبعا بإمكاننا نستفاد من عندها، مثلا هذه الصورة لطيفة جدا، أيضا هذه الصورة قوية. وطبعا الأفضل أنه نبحث بالـ AI بحيث راح نحصل على صور قوية جدا بالذكاء الصناعي. جيد، الآن طبعا عندنا هذه الصورة ممكن نستخدمها ونعدل على ألوانها. أيضا هذه الصورة طبعا ممكن نعدل عليها،
صورة لطيفة. هذه الصورة طبعا ممكن نختار هذا الجزء فقط، وطبعا العنوان يكون بهذه المنطقة. طبعا هذه الصورة جيدة، أيضا جيدة وممتازة، طبعا بإمكاننا نحملها. نختار مثلا لارج، راح تتحمل الصورة. أيضا هذه الصورة جميلة ممكن تفيدنا، ممكن راح نحملها أيضا. جيد، الآن راح نذهب إلى كانفا، وطبعا راح نذهب إلى التحميلات، وراح نحمل الصورتين. طبعا راح نختار إحدى الصورتين، طبعا راح نحملهن مبدئيا لكانفا، وطبعا راح نختار هذه الصورة، راح تكون اللي هي الغلاف، طبعا لطيفة والغلاف قوي جدا، ثم نلاحظ أن يكون بهذه المنطقة، وطبعا ممكن العنوان يكون بهذه المنطقة. لا بأس أنه نضيف شريط أسود من خلال إليمنت، من خلال العناصر، وطبعا نختار مربع، مثلا نختار هذا المربع، راح نضيفه بهذه المنطقة. طبعا ممكن يكون بهذا الشكل، وطبعا اللون راح يكون أسود، ولا بأس أنه الشفافية تكون يعني مثلا فد 70-80%، ممكن بهذه المنطقة فقط. طبعا ممكن نضغط على هذا الجزء ونختار تفكيك العناصر. طبعا الباك جراوند ممكن يكون شفافية 50-50، مناسب جدا. جيد، الآن طبعا أصبح عندنا غلاف قوي جدا. التسويق الإلكتروني ممكن تكون باللون الأصفر، أيضا ممتاز. نذهب إلى التأثيرات، وطبعا ممكن نضيف تأثيرات، ولا بأس يكون 30 حجم الخط. مثل ما نلاحظ أصبح عندنا غلاف كتاب جميل. أيضا ممكن هذا النص ينزل بالأسفل، وطبعا صعد المربع بها الأعلى بهذا المكان، وطبعا ممكن النص يكون بهذا المكان بهذا الشكل، وطبعا هذا النص ممكن يكون باللون الأحمر أو الأصفر. ممتاز، طبعا لا بأس بالأحمر. أيضا ممكن نضيف أشياء بهذه المنطقة، طبعا ممكن نضيف باركود خاص بالمؤلف مثلا. فنذهب إلى جوجل، طبعا نكتب صانع الباركود، وطبعا راح نختار URL أو فيسبوك مثلا، فراح نخلي رابط الفيسبوك الخاص بحسابنا. طبعا هذا هو رابط الفيسبوك، ومن ثم إنشاء باركود. طبعا نختار تغيير اللون، ونختار لون الباركود، ممكن يكون باللون الأصفر أو الأبيض. طبعا نختار بهذه المنطقة، طبعا نختار اللون الأبيض. ممتاز، ومن ثم إنشاء باركود. طبعا لون الخلفية ممكن يكون باللون الأسود، يعني لون الباركود أبيض والخلفية يكون باللون الأسود، ومن ثم إنشاء باركود. مثل ما نلاحظ جيد جدا، راح نحمله PNG وتنزيل الباركود. طبعا نذهب إلى كانفا، تحميلات، راح نحمل الباركود، وراح نضيف الباركود اللي تم تحميله طبعا بهذه المنطقة. ممكن نضيف نص من خلال النص، وراح نكتب اطلب الآن، طبعا ممكن باللون الأصفر بهذا الشكل. طبعا لاحظ غلاف رائع جدا، فقط هنا طبعا ممكن يكون عندنا بسطر واحد النص بهذه الطريقة. طبعا ممكن النص يصعد بالأعلى
ويكون باللون الأبيض، وطبعا التأليف تكون بهذه المنطقة. مثل ما نلاحظ طبعا أصبح عندنا غلاف كتاب جميل وقوي. طبعا نضغط على مشاركة ومن ثم تنزيل، وطبعا راح نختار JPG ومن ثم تنزيل.